هنتكلم النهارده ازاي تجوين سي في اكاديمي از افليت، خصوصا لو انت من احد اعضاء كورس الفيوتشر كونتراكت تريدنج، لان الحقيقه الكورس ده بالذات فيه بوتنشال عالي جدا ان انت ممكن تعمل اكسترا انكم، وحقيقه بيج اكسترا انكم از افليت. اولا يعني ايه افليت؟ افليت يعني انت هيبقى عندك سبيسيفيك لينكس، او هيبقى عندك لينكات للكورس او للتريدنج روم خاصه بيك انت، بحيث ان اي حد يشترك في الكورس عن طريقك او يشترك في التريدنج روم عن طريقك هتاخد 20% من المبلغ. طبعا لو اتكلمنا حالا على مثلا التريدنج روم، التريدنج روم اشتراكها الشهري حوالي 64 دولار، يعني تقريبا حوالي 1000 جنيه تقريبا يعني. فلو بنتكلم في 20% يعني انت بتتكلم في 200 جنيه في الشهر ثابتين. فانت لو عندك 10 2000، عندك 20 4000، عندك 100 unlimited. ده بيسموه residual income، اللي انت خلاص انت جبت كاستمر، جبت 2، جبت 10، هيفضلوا يدخلوك فلوس طول ما هم بيشتركين. دي حاجات رائعه جدا على فكره. يعني انت ممكن تبقى انت معانا في التريدنج روم وبتعمل تريد معانا وبميك ماني، ومعاك ناس داخلين في التريدنج روم 20 30 واحد كمان، 50 واحد كمان، وبتعملوا فلوس برضو كل شهر. ودي الحقيقه لو يعني اي حد بيفكر انه يجيت ويلثي لازم يفكر بالطريقه دي. عشان كده حتى انا بعمل تريدنج وبكسب تريدنج كويس جدا، عندي دروب شيبينج، عندي بيزنس، عندي افليتس بعملها الناس بيعملوا شغل، عندي امازون اي بي اي، عندي دروب شيبينج، لان ما ينفعش تركز دخلك كله في مكان واحد. وخصوصا التريدنج، التريدنج مهنه ستريسفول جدا. فلو انت دخلك كله مرتبط بالتريدنج بس، معنى كده ان انت لو انت تعبان مش هتعرف تشتغل، او مش هيجيلك فلوس. لو انت عايز تاخد اجازه انت تشتغل بايدك، فلازم يبقى عندك دخل ثابت تاني جاي لك مع التريدنج. فلو حد مثلا معايا في كورس فيوتشر كونتراكتس وتاني يعمل فلوس من فيوتشر كونتراكت، اشتغل معايا افيليت، اشتغل دروب شيبنج، اشتغل امازون اي بي اي، اشتغل ديجيتال، واي نوت؟ ايه المشكله يبقى عندك 5 10 انكم ستريمز؟ مش كده مثلا ما حد بيسال يقول انت ليه بتعمل كورسز لما انت بتعمل فلوس كويسه من التريدنج او من الدروب شيبنج وات ايفر؟ لان ده انكم ستريم تاني ملوش علاقه ببعض. كل ده بيجيب لي انكم ستريمز. واي حد عايز يجيت ويلثي ما فكرش بالطريقه دي، يبقى في مشكله. لو فكرت انت ممكن تشتغل في حاجه واحده بس يبقى هي دي دخلك الوحيد، انت مس ا لوت. اوكي، فبالنسبه للافليت طبعا اي حد فيكم دلوقتي عنده كورس الفيوتشر كونتراكت ده هي الاكونت بتاعك. اوكي، فعشان تاخد الافليت لينكس لازم احنا ناساين يو نتورك افليت. اوكي، فاللي هطلبه منكم ان انتوا اول حاجه خالص هتبعت لنا على info@cvaacademy.com، هحط الايميل في الديسكريبشن بتاع الليسن، الايميل بتاع CVA Academy. هتبعت لنا في الايميل الايميل بتاعك اللي انت ساين اب بيه. بتسيبك ساين اب مثلا باي ايميل، مثلا ايا كان تيست، ايا كان ايميل انت عملت بيه ساين اب في CVA Academy، ده مهم جدا. لو عملت ساين اوت مثلا هتلاقي ان الايميل ساين ان، ايميل مثلا ساين بي اب مثلا تيست 5 هو ايميل انت عملت بيه ساين اب الايميل ده. اوكي، طبعا عملت تيست ايميل يعني. تعمل كوبي الايميل ده وتبعته لنا على سي في اكاديمي، وتبعت معاه لو انت عندك باي بال اكاونت، وهتكلم ليه باي بال اكاونت مهم دلوقتي. ما عندكش اتس اوكي، ابعت لنا الايميل واحنا هنساين يو اب خلال 24 ساعه. انا ابعت لك ايميل تاني يقول لك ان انت تمام خلاص بقيت افيليت. فايه اللي هيحصل وقتها؟ هيحصل انت ما تدوس على اسمك هنا هتلاقي فيه كلمة افليت ظهرت، دوس عليها هيظهر لك عندك your affiliate commission 20%، تمام، هي 20%، your affiliate links، وهيظهر لك affiliate links لحق كل الكورسات، مش بس الفيوتشر كونتراكت ولا التريدنج روم، لكل الكورسات. فانت حتى لو انت عايز تعمل افليت لأي كورس تاني مش بس الفيوتشر كونتراكت، في الفري اي حد هيدخل يشتري يشتري اي كورس من اللينك ده هتاخد عليه 20% اوتوماتيك. فاحنا هنركز دلوقتي على فيوتشر كونتراكت، لان فيوتشر كونتراكت فيها ميزه رائعه، ان محدش في مصر لسه يعرف فيوتشر كونتراكت. ده بيور ماركت، بيور. اوكي، فمعظم الميدل ايست بيشتغلوا الفوركس ومعظمهم بيخسروا فلوس، محدش عارف بيعمل ايه اساسا. ففرصتنا ان احنا نشتغل از افليت ونعمل لوت اوف ماني من التريدنج، بلس ان احنا بنخلي ناس جوين معانا تاني انليميتد. فكر انت لو شغال في شركه النهارده مثلا، عندك كام زميل في الشركه بيشتغلوا معاك، او زميلك في الشركه، او زمايلك، وات ايفر، قرايبك، اي حد عايز يشتغل وعايز يعمل فلوس.
فوالت يشترك معنا الاول طبعا في الكورس الاول قبل ما يشترك في التريدنج روم، لان لو اشتغل في التريدنج روم مش هيفهم حاجه. فاول حاجه خالص نخليه يشترك في الكورس، اوكي، وانا هديكوا سبيشال برايس للكورس، وهعمله سبيشال برايس للافريت لينك بتاعتكم، هتكون حوالي 2000 جنيه تقريبا الكورس، يعني هتاخد حوالي 400 جنيه على الكورس الواحد، يعني لو بعت كورس ب 400 جنيه. وانس اي حد دخل الكورس ممكن خلال مثلا بعدين 10 ايام يبتدي جوين معانا التريدنج روم، وانس بس ان هو يعرف يعني ايه تريدنج، يعرف يعني ايه سبميت تريدز، هي كان اور شي كان جوين التريدنج روم، وتبتدي تعمل منهم دخل ثابت. دخلت 10 طبعا، هنعمل بقى طبعا انا عامل كمان واتساب جروب واحطه في الديسكربشن، الواتساب جروب ده اي حد انترستد طبعا، اهم حاجه تبعت لنا الايميل الاول اهم حاجه عشان نعمل لك افيليت لينكس، وبعد كده جوين بقى الواتساب جروب معنا. واتساب جروب هنبقى مع بعض، هنعمل زوم ميتينجز كل اسبوع مره على الاقل، هنتناقش، هنحط ممكن اقول لكم طرق جديده تعملوها بقى تسوقوا الافيليت. بس طبعا انا افضل في الاول ان انت تشتغل على يور سيركل، يعني ما تفكرش الاول انت تشتغل على فيسبوك جروبس وتعمل اعلانات او تعمل فيسبوك جروب بنفسك، ممكن مرحله ادفانس، بس في الاول ركز على معارفك، ركز على الناس اللي تعرفهم. انت لو عندك حالا كتبت ورقه وقلم وكتبت مثلا انا اعرف 20 واحد انترست ان هم يعملوا بيزنس مثلا، واتكلمت معاهم يا جماعه، وخصوصا يعني ما حدش هيعرف يسوق حاجه الا لو كان هو بنفسه جربها. فهتاخد كلكم جربتوا الكورس وشفتوا قد ايه انا بذلت فيه مجهود، شفتوا قد ايه انا معاكم 24 ساعه ومعاكم على الجروب 24 ساعه، بنعمل زوم ميتنج كل اسبوع ومعانا في التريدنج روم، فاكيد انتوا شفتوا السيرفيس بنفسكم. فاحنا ودايما بقول اللي بيعمل افيليت لحاجه انت مفيده بياخد فلوس وفي نفسه بيفيد الناس. يعني انت لو دخلت حد النهارده في معانا في الكورس وتريدنج روم، حد محتاج دخل وبقى تريدر شاطر وبيعمل 1000 دولار في اليوم ولا 500 ولا، انت غيرت حياته وانت كسبت فلوس، يعني انت عملت امباكت. عشان كده دايما يقول لك بحب الكلمه دي جدا، اللي عايز يغير حياته يغير حياه الناس الاول. عشان كده مهتم بموضوع الكورسات دي على فكره جدا، انا كل شخص او كل حد بيدخل معايا كورسز حياته تتغير بيتضاف رصيد انا، حتى لو مش هتبان دلوقتي هتبان بعدين. انت نفس الكلام، انت ممكن تكون تعمل ده بنفسك، يعني انت ممكن دلوقتي يبقى ده يور اون بزنس بلس تريدنج. بس زي ما قلت تاني، لكن في الواتساب جروب هنتناقش بقى ازاي، وفي طبعا في الميتنجز هناخدها ستيب باي ستيب، هنقعد نعمل برين ستورمينج، مين اللي يعرفهم هنكلم معاهم ازاي، هندخلهم جروبس ازاي وات ايفر. فهتلاقي عندك هنا في الدي اللينك بتاع الهوم بيج، ده اللينك بتاع الهوم بيج، لو عملت له كوبي بيست هيظهر لك الهوم بيج. الهوم بيج دي لو اي حد دخل عن طريق هشترى هتاخد برضه كوميشن اي كورس يشتري، او ممكن بيج باي بيج. فلو انت مشترك في فيوتشر كونتراكت بس، افضل ان انت تشتغل على فيوتشر كونتراكت، اللي هو ده اللينك بتاعه، وبعد كده التريدنج روم. طبعا التريدنج روم زي ما قلت تاني دخل رائع، يعني 200 جنيه في الشهر ثابتين لكل واحد بتدخله، دخلت 50 100 1000 وات ايفر بتاخد عليهم 200 جنيه كل شهر لكل واحد. طب ازاي بجيت باي؟ الاول نشوف على اللينكات بس الاول. طبعا هنا دي جنرال افيليت انفورميشن 20%، وبعد كده الافيليت لينكس بتاعتك كلها موجوده هنا، وبعد كده فاينانشال ريبورتس. هنا باين لك بقى ايه توتال كوميشن اود، انت ليك كوميشن قد ايه، توتال كوميشن بايد دفع لك قد ايه، الكوميشن كلها على بعضها، البي اوتس دفع لك قد ايه، البي اوتس، الفيزيتورز، لو حد كام واحد دخل على اللينك بتاعك بيبان لك هنا لايف على فكره، دخل 20 30 بيبان لك هنا. السيتنجز ده الافيليت كود بتاعك مش محتاجه لان هو اوريدي مربوط باللينك، وده الاهم حاجه باي بال ايميل، لان انت هتجيت بيت ازاي هتجيت بيت؟ لو انت بعت اللينك ده لاي حد ودخل اشترى بيه وانت مش مدخل البي بال بتاعك مش هتدفع لك اوتوماتيك، ممكن تدفع لك فودافون كاش، بس هيبقى فيها شويه هاسل شويه. يعني انا افضل اي حد يشتغل افيليت يا جماعه يعني عنده باي بال، لان انت لو عندك باي بال مربوط هنا فانت اهم حاجه تعملها اول ما تاخد الافيليت لينك ده تدخل على السيتنج تدخل البي بال بتاعك، دي اهم حاجه، اول حاجه تعملها تدخل البي بال بتاعك، ساعتها اي شراء هيتم عن طريق الافيليت لينك بتاعك، سواء كان بقى تريدنج روم كل شهر سبسكريبشن اوتوماتيك 20% كل شهر، اي حد يدخل يشتري كورس اوتوماتيك 20% اوتوماتيك على الباي بال بتاعه. في بعض الناس في مصر ما عندهمش باي بال، ما عندهمش يعني ما بيشتروش كورسات بكريدت كارد او باي بال، بيشتروا كاش فودافون كاش، وده كتير على فكره مش قليل.
ممكن يعملوا كده في الفيوتشر كونتراكت كورس. فلو انت عندك حد مثلا ما عندوش كريدت كارد، بس الفكره في حلول يا جماعه. يعني دلوقتي موضوع فودافون كاش ده، ما ممكن يكلم، انا مش بيكلمه رقم او يبعته مسج معين مثلا بمبلغ معين، ففودافون كاش بتبعت له كريدت كارد اكسباير مثلا بعد 3 ساعات، فممكن يستخدمها انه يشتري، ده احسن لك. بس اقصى سيناريو او اسوأ سيناريو ان هو يشتري فودافون كاش، فساعتها هيبقى معاك رقم سلمى ودي الاوبريشن مانجر، وهي معانا على الواتساب، هتاخد رقمها، هو هيحول لها فودافون كاش، وهتاخد الكوميشن بتاعك برضه فودافون كاش ال 20%. ده هيحصل بس في حاله الكورس. تريدنج روم ما فيهاش فودافون كاش، ما ينفعش، لان اي حد يدخل تريدنج روم لازم يدخل كريدت كارد او باي بال، لازم. معهوش كريدت كارد او باي بال ما ينفعش، لازم يدخل كريدت كارد باي بال عشان دي مانثلي سبسكريبشن. واحنا مش هنقعد نلف على الناس بقى فودافون كاش، ما ينفعش. هو طبعا ممكن يكنسل اي وقت، هو حر، بس الفكره لازم يبقى عنده كريدت كارد. ففي حاله التريدنج روم، لو انت مش ما عندكش باي بال اكاونت، وجانا سبسكريبشن عن طريقك، هنعرفه ممكن تدفع فودافون كاش، بس فيها هسل يعني، يو دونت نيد احسن لك يبقى عندك باي بال. فيا جماعه اي حد معانا هنا ما عندوش باي بال، يا ريت تعمل باي بال. الموضوع مش صعب خالص، ادخل على paypal.com، اعمل نفسك بيرسونال اكاونت، وصله، اعتقد بيتوصل بحساب البريد المصري، او يا جماعه اكتبوا في اي حد في الجروب مش عارف يعمل باي بال، يكتب في الجروب فيسبوك جروب، اكتبوا انا عايز اعمل باي بال، اعمله ازاي، الناس هتساعدك. ده مهم جدا. بس لو ما عرفتش تعمله وعايز تشتغل معانا دلوقتي، اتس اوكي، اشتغل معانا ودفع فودافون كاش. فميك شور ان انت زي ما قلت تاني، الايميل بتاعك اللي دخلت اللي انت دخلت بيه الاكاديمي، تبعته الايميل بتاع info@cvaacademy.com، وهبعته لكم وهي موجود في الديسكريبشن بتاع الليسن دي، وتكتب في السبجكت لاين، تكتب افليت ريكويست، برضه هكتبه في الديسكريبشن، وتكتب الايميل بتاعك، وتكتب ده بقى سي في اكاديمي ايميل، وتكتب تحتيه this is my paypal email، او مش شرط حتى الPayPal، اكتب بس الايميل بتاعك وخلاص، واحنا هنضيف لك از افليت، وهنبعت لك كونفيرميشن ايميل ان انت خلاص بقيت افليت. ساعتها تدخل على الاكونت بتاعك، هتلاقي كلمه افليت موجوده، تدخل على السيتنج، تضيف الPayPal بتاعك، هتلاقيه حتى موجود باي ديفولت الايميل بتاعك اللي هو دخلت بيه، طبعا ممكن تغيره زي ما انت عايز، وتكتب الPayPal بتاعك الاكونت، وتعمل سيف تشينج اوتوماتيك وقت ما يجي لك اي، طبعا هتسيب بقى الافليت لينكس دي عندك، وزي ما قلت انه مش ممكن تبيع اي كورس، انت مش شرط بس الفيوتشر كونتراكت، وات ايفر، اي كورس. وطبعا هتجوين معانا الواتساب جروب اللي موجود في الديسكربشن. وطبعا يا جماعه الواتساب جروب بتاع الافليت ده ملوش علاقه بالتريدنج، يعني معايا ادخل كده انا دخلت تريد النهارده اعمل ايه، ملوش علاقه بالموضوع ده افليت بزنس، ملوش علاقه بالموضوع. اي تريدنج كويستشنز تتسال في الجروب فيسبوك جروب، او في الميتنج معايا كل يوم ثلاثة. That's it. البيزنس الواتساب جروب ده معمول للافليت، نتناقش فيه مع بعض، لو حد عنده بيزنس جديد، فكره جديده، هنعمل زوم ميتنج مع بعض ازاي نجرو اور بيزنس، وهكذا. الكورس على فيش كودك حاليا فيه 90 واحد، طبعا ده مش رأي، يعني احنا الماركت عندنا في مصر انليميتد، احنا بنتكلم في حوالي 30 مليون شاب في مصر، 30 مليون ناس في اللي بيشتغلوا فوركس مصر، ما عندنا 2 مليون على فكره، وكلهم بيخسروا فلوس بس. فاحنا لو خدنا 2 مليون دول بتتكلموا في مبالغ رهيبه از ا بزنس. والحاجه كمان الجميله بعد كده ان انا ان شاء الله في صدد ان انا نفتح شركه بروكرج في مصر، هنعمل تريدنج على اور اون بروكرج، والبروكرج دي هتجيت يو فاندد، يعني فيما بعد خلال فتره قريبه ان شاء الله، ممكن يعني قبل السنه الجديده ان شاء الله، ممكن في نصها، هتجيت فاندد عن طريقنا احنا، عن طريق سي في اي، مش هتحتاج توب ستيب، مش هتحتاج ايبكس ولا الكلام ده خالص، هتشترك معانا، هتعدي الاكونت بتاعتنا، هتجيت فاندد من عن طريقنا احنا. فانت حتى فيما بعد لما تجيب حد يجيت فاندد هتاخد كوميشن برضو على ده، فالموضوع انليميتد يا جماعه، انليميتد. اوكي، ما تنسوش بقى زي ما قلت تاني، تبعتوا الايميل بتاعكم على سي في اكاديمي info@cvaacademy.com، وهيبقى موجود في الديسكربشن، وتبعت فيه ان انا عايز اعمل الافليت، وهنبعت لك خلال 24 ساعه بالكتير، تدخل تدخل الافليت لينك بتاعك، وتجوين الواتساب جروب، وبعد كده هنتكلم في الواتساب جروب ايه بقى نيكست ستيب، وايه امتى الزوم ميتنج، امتى الكلام ده كله. اوكي، اشوفكم ان شاء الله في او في الجروب او في الزوم ميتنجز او في التريدنج روم، بنشوف بعض كتير احنا.